السلام على رسول الله. بالنسبه للمسجد، المسجد انا على ما حضرت مع الاخوه اللي كانوا مكلفين بالمسجد، مشيت معهم جوج مرات للمندوبيه اللي مكلفه بالمساجد. هذوك الناس الله يهديهم وجزاهم الله خير في اخر الكلام، لان المسجد تنعرف انا الجدنا تعاودنا 400 سنه وهو كان المسجد هنا تصلح تدخلوا اخوان، جزاهم الله خيرا للاصلاح ديال المسجد. ها هو المسجد تصلح، صلينا فيه 3 سنين قبل كورونا، جات كورونا، هذا ابتلاء، جا حبسنا، تسدوا المساجد، ملي تسدوا المساجد عاودت علينا تدولا بيت تفتحوا المساجد. هذا المسجد هذا ما تفتحش بوحدو، مشينا عند الناس اللي مكلفه قال لك عاودتي خصنا نمشيو عند الناس المسؤوله، عاودنا مشينا عند الناس المسؤوله، قالوا لنا الناس المسؤوله عاودتي راه خص البرونشما، وهاد الناس ما فحالهمش البرونشما ديال المسجد، راه ما فحالهمش، راه كاين اللي كيجيب يقوت اليوم ديالو، الصباح تيعاود ينوض يقلب عليه، يفتحوا المسجد يبداو الناس الصلاة ويتوكلوا على الله كيف كنا كنصليو فيه قبل كورونا، وديك الساعة يفتح الله فاتحة خير، راه كاين اللي الحمد لله غادي يفتح عليه الله تعالى ويجيب شي واحد اللي غادي يتوكل على الله ويقضي الغرض. وبالنسبة للسيد اللي غادي يشرح لكم مزيان وداخل في هاد المسائل هادو، هو راه دابا اتصلت به راه جاي في الطريق. هو اللي مكلف بالمسجد، هو اللي عنده الكروكي ديالو، هو اللي عنده البلان، هو اللي عنده معلومات مزيان. حنا اللي كنعرفوا كساكنه ديال دوار شعوف اللي كنعرفوا هو هذا بيت الله خصنا نعبدوا فيه الله عز وجل. حنا راه كيطيح تنحسوا براسنا كنديروا تندنبوا، حنا كاولاد الحومه كشباب كشياب كنحسوا براسنا كندنبوا. مسجد كبرنا فيه قرينا فيه في اللوحه، انا هذا المسجد قريت فيه في اللوحه، كاع الشباب قراوا فيه في اللوحه هذا المسجد هذا. وعلاش غيتسد؟ علاش؟ وحنا كنا نصليو فيه، قال لك المندوب واش الا طحت فيه شي حاجه واش تحمل مسؤوليتك؟ مالك ما تقولها فاش كان الخشب؟ انا نتحدى انا فاش كان الخشب؟ كان غير الطين، وكنا كنصليو فيه في اللوحه وسترنا الله عز وجل، ندخلوا عند الله عز وجل ويطيح لنا الخشب. لا كتب لنا الله تعالى نمشيو شهداء، يفتح لنا المسجد نصليو بالشمع. السلام عليكم، الصلاة والسلام على رسول الله. خويا بهاد المناسبة ديال المسجد اللي مسدود في السيكتور، الحمد لله راه كاع الساكنة مجموعة هنايا على أساس هاد المسجد باش يتفتح بهاد المناسبة ديال سيدنا رمضان. إن شاء الله ما بقى ليه والو، تنتمناو من الله المسؤولين حتى هما يسمعوا هاد الرسالة ديال هاد الساكنة ديال المحاميد، وبالخصوص ديال دوار شعوف. هاد المسجد كما قال السيد اللي قبل مني راه من اقدم المساجد في منطقه المحاميد وبالخصوص دوار شعوف، يعني كاينين الناس قدام قراو في هذا الجامع وتعلموا منه، كاين اللي حفظ كتاب الله من هذا الجامع هذا. وهاد الصبيان كاملين اللي تتشوفوا هاد الدراري الصغار راه كلهم كانوا تيجيو تيقراو هنايا وتعلمهم السلع العربي القران. ولكن هاد المتاجي ديال كورونا وهاد المرض اللي داز وهاد الشيء كاع المساجد تفتحوا الا هذا المسجد هذا، يعني بغينا نعرفوا الحل اخويا. والمسؤولين الكبار واحد السيد وعيطنا ليه دابا غادي يجي باش يشرح لكم اكثر مني واكثر من هاد الناس هادو، يعني هو عنده الدوسي وعنده فهمتيني عنده واحد اليد طويله علينا حنا تيوصل شي بلايص ما نوصلوش لهم حنايا. وبالحضور ديال هاد الساكنه اخويا الله يرحم الوالدين، رساله من دوار شعوف من منطقه المحاميد، ما بغينا والو، بغينا هاد المسجد هذا يتحل ويكون قريب للسكينة. ورمضان سيدنا رمضان على الأبواب، الله يجزيكم بخير، أما كرهناش هذا المسجد هذا يتحل باش نصليو فيه. أجي الرسالة ديالي خويا الزين، هذا المسجد هذا قرينا فيه صغار وقديم وكان يطع التراب
واه اليوم الحمد لله راه تبنا وتقاد وتسباغ وتجلاج وتقاد وصلينا فيه. جا الوباء تسد الجامع تحلوا المساجد، بقى المسجد ديالنا حنا مسدود. علاش؟ رمضان جاي، هذاك العام في رمضان تحكينا، العام اللي قبل منه تحكينا في الجامع الزحام والجامع هو تبارك الله مسدود. علاش حنا تنطلبوا؟ علاش هذا الجامع بقى مسدود من دون المساجد؟ هذا هو الطلب ديالنا حنايا. بينا حنا الجامع تحل، التلاميذ هما تبارك الله هما كي تشوف هما بيقراو، احنا بنعود نصليو فين؟ التراويح في رمضان. فين بغينا نمشيو نصليو في رمضان؟ ها هو راه مسجد المسجد اللي بغينا نصليو فيه، ها هو مبني تبارك الله من قد انت تشوف صور قد قد. ها هو واش هذا المسجد خاصه شي حاجه؟ قال لك خاصه الضو، الضو واه فيه، راه الفقيه مضوي الماء راه فيه، ما يطلقوا لنا المسجد يحلوا لنا المسجد نصليو في هاد التراويح هادو تاع رمضان ان شاء الله الرحمن الرحيم. ها هو قرب رمضان ونطلبوا المسؤولين يتدخلوا لنا. صلاة الفجر اخويا كاينين سكيريه، كاينين ناس كبار ما تيقدروش يخرجوا بعيد منا المسجد واحد شويه من هنايا، كاين تيجي من اللور من هنايا من الطوار من الفوق. والله يجيهم هاد الناس المسؤولين، الله يجيهم يشوفوا من حال هاد الجامع هذا. تنطالبوا المسؤولين يشوفوا لنا من حال هاد الجامع هذا. الناس راهي فقراء في هاد الطوار، راه ما غادي يجبدوا 9 مليون من جيبهم باش يقادوا الجامع يدخلوا ليه الضو. الوزاره بغات تبيع الحوانت مكلفه بالجامع غير بغات تدخل ليه الظلمه ديالها. فيكم راه بغينا هذا الجامع يتحل قريب لينا تنصليو فيه. دابا راه ما بقى عندنا الجامع قريب، الله يجازيكم بخير الا ما شافوا لنا شي حل. راه ما خلينا فيه، جرينا مشينا للاداره ما بغا يديروا معنا حتى شي حل. معكم بالله وبالشرع هذا الشيء اللي كاين. الله يهدي ما خلق، حلوا لينا الجامع. راه رمضان هذا، راه رمضان هذا الناس بغا يدخلوا المسجد، المسجد راه صالح ومسدود. ايوا اللي عطى الله هو هذا، الله يرحم والديك. ايوا اش غادي نديروا؟ راه حنا تنديروا ملي كان الجامع حدانا راه بخير وعلى خير، هذا راه خصك تضرب الطريق. ايوا الله يجازيكم بخير الا ما شوفوا حالنا وحال الناس، الله يجازيكم بخير. الله يجازيكم الاخوان، جازيكم بخير اخويا. راه هذا الجامع بنايه تحل 4 سنين عليه هو مسدود، والمساجد كلهم تحلوا وبقينا حنا بعيد عندنا هذاك الجامع ليها وتنوضوا مع الصبح، وتتعرف راه النوض نتاع الصبح راه خطر على بنادم. الله يجازيكم بخير. لا بنايه تحل، ما عرفناش حنا هاد المشاكل كيفاش طاري ليه حتى الجامع بقى مسدود، والجوامع كلهم تحلوا بقى هو مسدود، ما عرفناش الناس. الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير على ما حلوا لنا هاد الجامع. الله يرحم الوالدين، حلوا لنا هاد الجامع، الله يجازيكم بخير. السلام عليكم، الله يجازيكم بخير. حنا السكان ديال بلوك 16 شعوف المحاميد، المسجد ديالنا بغينا نعرفوا السبب علاش تسد. الى على قبل الضو حدا الضو من ساعتين نمشيو نصلبوا عليهم دار الضو، نطلبوا المدير ديال دار الضو يطلق لنا الضو. راه الضواور مضويين بالضو تاع لا راه ديما فابور، كاع الجوا معفيهم الضو فابور، علاش حنايا يحبسوا علينا الجامع ديالنا على قبل الضو؟ الله يجازيكم بخير. حنايا لادان ديال الصبح ما كنسمعوا لادان لا في الفطور ولا في السحور. الله يجازيكم بخير. بينا نصليو التراويح، بينا نصليو قيام الليل، الجامع بعيد علينا، عندنا رجال كبار ولاو كيصليو غير في الديار، ما باقيش يمشيو للجامع. عندنا الكريساج في الطريق، الناس اللي تيمشيو للجامع مع الصحف تيتعرضوا للكريساج. بينا جامعنا يتحل اللي قريب لينا، تعذبوا عليه الناس السكان ديال بلوك ستا تتبنى وتتفرش وتتقاد المحسنين فرشوها وهي الطوبة تتاكل في الفراش، ما تبدعنا به ما والو. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.